هلا بعد ما حكينا على الامتصاص الذره لما تمتص طاقه بيطلع الكترون مدار مدار عنه. طيب يا ترى بعد ما بتثبت الطاقه رح تضل مع الطاقه لمدى الحياه؟ اكيد لا. في عندي شيء اسمه الاصدار، طبعا حكينا عن الامتصاص. في شيء عندي اسمه اصدار، اول نوع اصدار رح نحكي عنه هو الاصدار التلقائي ايميشن. قال لك الذره بعد ما امتصت طاقه، اي ذره؟ قال لك امتصاص الطاقه يتم عن طريق صعود الالكترون من مدار لمدار اعلى منه، بغض النظر اذا من حاله اساسيه لحاله اعلى منه او من حاله مثال لحاله مثال اعلى منه. برفق شو امتصاص الطاقه يعني شو انتقال الالكترون من مدار لمدار اعلى منه؟ قال لك كمان نزول بعد ما يطلع الالكترون بعد فتره بشكل تلقائي، يعني بيكون شو اصدار تلقائي. اعطيتها هي الذره هذه بامان الله، اعطيتها طاقه سواء بالتسخين طاقه حركيه او طاقه كهربائيه تسخين، وجهت عليها فوتون، الالكترون امتص هي الطاقه وطلع لفوق، فصارت الذره بحاله مثال. بتركها لحالها بعد فتره زمنيه رح تعمل لي شيء اسمه الاصدار التلقائي. عن طريق شو؟ بيرجع بينزل الالكترون من المدار اللي طلع له، بيرجع بينزل المدار اللي كان فيه هو بالاساس. بعد ما ينزل لما اعطيته طاقه طلع شو؟ قال لك ازداد الطاقه الداخليه للذره. هلا بالعكس بعد ما نزل شو؟ خسرت الذره طاقه. فبدها تعطيني هي الطاقه اللي خسرتها، شلون تعطيني اياها؟ عن طريق شكلين كمان، اما طاقه حركيه أو طاقة كهربائية، نفس الحكي اللي حكيناه وين بالامتصاص. لما ينزل إما هي ذرات مجموعة ذرات عملت لها إثارة، أنا حط بعضها هي ثلاث ذرات مثلا، عملت لها عملية إثارة طلع الإلكترون مدار لمدار أعلى منه تركتها. فأول شيء إصدار تلقائي لا يحدث بآن واحد، شو يعني؟ يعني بعد ساعة هيدي خسرت الطاقة، هي بجوز بعد خمس دقائق، هي بجوز بعد ساعتين، بالتالي ما بيحدث بشكل متوقف إصدار تلقائي. بخلي بعطيهم انا طاقه صاروا بحاله مثاره، بتركهم هي بتخلص من الطاقه بعد ساعه، هي بتخلص من الطاقه بعد ساعتين، هي بيجوز بعد خمس دقائق. اذا الاصدار التلقائي لا يحدث، هي خليني اكتب اياها، لا يحدث بان واحد كل ذره لحالها. المهم فعملت لهم عمليه اثاره فخلصوا من هي الطاقه وعملوا لي عمليه اصدار تلقائي، فبجوز يتحركوا يمين ويسار طاقه حركيه، بالتالي شو؟ يعطوني حراره. فهي شو بقول عنها؟ طاقه حركيه. نفس الحكي، اما بعطيهم طاقه حركيه بالتسخين او ممكن انه يخسروا الطاقه يعطوني حراره، نفس الحكي الكلام شوي. ممكن يعطوني طاقه كهربائيه، شلون؟ بيعطوني فوتون. الالكترون بس ينزل بسوي سوي اللي قدامنا بيعطيني فوتون طاقته دلتا اي، هي فرق الطاقه بين السويتين اللي هي نفسها اتش، هي اي واحد اي اثنين. طبعا لا تسالني شو يعني اتش، فوز ما حدا بيعرف، ثابت بلانك واللي قيمته 6.626 ضرب 10 قوى ناقص 34. قلت لك الرقم قليل الاهميه، ما تخاف ما رح اسالك عنه. الاكثر اهميه هو شو الواحده اللي هي سؤال لغه. فالمهم اذا شلون بتخسر الطاقه؟ اما عن طريق طاقه حركيه تعطيني حراره تتحرك الجزيئات، اصطدامات بصير بين الجزيئات، احتكاك بين بعضها تعطيني طاقه حركيه حراره مثلا، أو طاقة كهربائية تعطيني فوتون طاقة فرق الطاقة بين السويتين اللي هي H ب F. قال لك قلنا لا يحدث بآن واحد إصدار تلقائي، كل هي تعطيني بجوز بعد ساعة، هي بعد ساعتين، هي بعد ثلاثة. هلا قال لك شو عدد الذرات اللي تتبقى مثارة، معلومة نظرية طبعا، اللي تتبقى مثارة بعد فترة معينة، فترة معينة هي T صغيرة، يتناسب طردا مع هذا المقدار اللي هو E أس ناقص T على T. بكل بساطة سؤال نظري، وكمان هو سؤال دورة، ايش السنة الماضية على ما اعتقد. لا تخاف، مو كل ما طلعت على كل ما شافوا شاف قانون اللي بيطلع الآلة الحاسبة بصير بده يحسب وين شو بده يحسب الحرارة ما بعرف شو، قانون نظري، ما رح اسألك عنه إلا نظري. جابوا وقتها بالخيارات بحط لك إي أس ناقص تي على تو، بجيب لك إي أس تي على تو بدون ناقص، إي أس ناقص تو على تي، فأنت بس بدك تكون إي أس ناقص تي على تو، إي أس ناقص تي على تو. تي هو زمن التجربة اللي عم يقيسه أنا بالتجربة. بعد العدد N هو عدد الذرات اللي رح تبقى مثارة بعد فترة معينة، هي الفترة اللي فاتت معي بالتجربة هي T. طيب تو شو هي؟ قال لك تو هو عبارة عن ثابت اسمه عمر الحالة المثارة، أعطاك عليه أربع معلومات. قال لك يتعلق بنوع الذرة المثارة، هل يا ترى أنا عملت إثارة لذرة هيدروجين؟ هل عملت إثارة لذرة صوديوم مثلا؟ بيتعلق بالمستوى الطاقي اللي تم اثارتها عليه، هل انا اثرتها من المستوى من السويه الاولى مثلا للسويه الثالثه، او من السويه الاولى للسويه الثانيه، او من السويه الثانيه مثلا للسويه الثالثه؟ اذا بيتعلق بنوع الذره المثاره والمستوى الطاقي اللي تمت اثارتها عليه، بيتعلق بنوع الموجه الصادره.
معلومه رابعه عليه، بياخذ قيم من الواحد ثانيه لا جزء من النانو ثانيه. معلومات نظريه، هل ممكن يسالني عنها؟ ممكن، ما بتعرف. ضل شغله واحده بحكي عنها، انه لما تخسر الذرات الطاقه عن طريق التهيج الحراري فمفعول دوبلر بيلعب دوره. هلا اول شيء اصدار تلقائي اعطاك عنه معلومات، قال لك بيعطيني ضوء غير مترابط. يعني في حال كان عندي اصدار طاقه كهربائيه، فالطاقه الكهربائيه او الموجه الكهربائيه اللي بيعطيني اياها غير مترابطه. شو يعني غير مترابطه؟ يعني ما لها نفس الطول، ولا لها نفس الاستقطاب، ولا لها نفس الاتجاه، ولا لها نفس التوتر. يعني او الذرات نفسهم اذا اعطوني اشعاع كهربائي عملت لهم عمليه اثاره بعد فتره معينه، هذا اعطاني بعد 5 دقائق فوتون، هذا بعد ساعه مثلا، هذا بعد 3 ساعات، هذا الفوتون اتجاهه غير اتجاه البقيه، طور تبعه غير هدول، هذا بجوز نازل طالع، هذا طالع نازل، فعكس بعضهم، مو نفس الاتجاه، مو نفس الاستقطاب، هذا بجوز يمشي على مركبه اكس، هذا بجوز يمشي على مركبه اكس وار، هذا بجوز يمشي على مركبه زد، ما له نفس التواتر، هذا التواتر شكل، هذا التواتر شكل، هذا التواتر شكل. رجع بعدين بنفس الفقرة قال لك ولكن التواتر ثابت للحظة، هذا عم يقفل علي الثابت. شو عم يحكي؟ شو عم يعطيني تواتر ثابت؟ ولا حكينا انه الامواج اللي بالاصدار التلقائي غير مترابطة، يعني ما لها نفس الطور ولا نفس الاستقطاب ولا نفس الاتجاه ولا نفس التواتر. بقول لك لحظة، كلمة تواتر ثابت قصده فيها لكل ذرة على حدة، يعني كل ذرة من هذول لحالها كل ما بعمل لها إثارة بتعطيني موجة كهربائية، تعطيني الموجة نفسها، يعني هي الذرة مثل إثارة هي واحد هي اثنين، بعد فترة نزل الإلكترون أعطاني هذا هذا الفوتون، بعد فترة عم تلاقي إثارة، رجع نزل الإلكترون رح يعطيني نفس الفوتون، بنفس التواتر، إذا التواتر ثابت لكل ذرة على حدة، لكل ذرة. لك ولكن ممكن مفعول دوبلر يلعب لعبته ويغير لي بقيمة التواتر بشكل بسيط، شلون؟ أو شو هو مفعول دوبلر؟ أخذناه هو الفصل الثالث. إذا كنت بتذكره مني، ما كنت بتذكره ما في مشكلة. إعادة بسيطة لمفعول دوبلر. هي الذرة. واحدة منهم، أخذت واحدة منهم. لنفترض إنه عم تصدر لي الفوتون بهذا الاتجاه. هيك يعني. فهي بالحالة العادية ما لعبت لعبة إجتماعية، أنا ما لعبت شيء. عملت لها إثارة وتركتها، أعطتني فوتون بهذا الاتجاه. له تواتر هو إف. مشي؟ قال مشي. نتيجة التهيج الحراري، يعني إذا كان في عندي تسخين، احتكاك للذرات المثارة، فممكن هي وعم تصدره تمشي باتجاه الاصدار. يعني هي انا واقف، انا ذره واقفه اصدرت فوتون، طيب انا عم اصدر الفوتون نتيجه تهيج حراري او احتكاك او صار عندي ضغط واحتكاك حراره، فانا عم اصدره مش كنت عم امشي لقدام او كنت هيك دفشت حالي لقدام، يعني هون الذره عم تمشي لقدام وبنفس اللحظه اصدرت لي فوتون، فرح تعطيني فوتون تواتر اف واحد اكبر من اف الاساسيه. طيب اذا كانت عم تمشي بالاتجاه المعاكس لاصدار الفوتون، فبتعطيني فوتون تواتر اف 2 اصغر من اف الاساسيه. اذا بكل بساطه مفعول دوبلر في حاله التهيج الحراري كان في عندي احتكاك، قال لك مفعول دوبلر بيتعلق بشغلتين الحراره والضغط، كان في عندي شروط معينه على الذرات حراره وضغط، فالتواتر ثابت لكل ذره على الحده، مفعول دوبلر بيلعب لعبته بشكل بسيط بغير التواتر زياده او نقصان ولكن بشكل قليل كثير. بكل بساطه هذا هو مفعول دوبلر. لاحظني ها، لاحظ لي خواص الاصدار التلقائي، خواصه تتعاكس مع خواص ضوء الليزر اللي حكينا قبل شوي، بالتالي هذا اصدار انا ما بفيدني، بدي اصدار ثاني رح نحكي عنه بعد شوي. بكل اختصار شو عمليه الاصدار؟ بعد ما الذره تكتسب طاقه مسبقا بشكل تلقائي بتخسر هي الطاقه، شلون؟ اما طاقه حركيه او طاقه كهربائيه، طاقه حركيه اصطدامات فبتعطيني حراره، طاقه كهربائيه بتعطيني فوتون طاقته فرق الطاقه بين السويتين. الاصدار التلقائي لا يحدث بان واحد، كل ذره بتعطيني فوتون او بتعطيني طاقه بشكل مستقل عن الاخرى. الضوء اللي بيعطوني اياه غير مترابط، ما له علاقه لا بالطور ولا بالاستقطاب ولا التواتر ولا الاتجاه، طلع. لكن التواتر ثابت لكل ذره على حده، ولكن مفعول دوبلر بيلعب لعبته، بيغير لي شوي بالتواتر زياده او نقصان بشكل قليل، يتعلق بشغلتين بفعول دوبلر بالحراره او الضغط. عدد الذرات التي تظل مثاره بعد فتره معينه هي تي، يتناسب فرضا مع هذا المقدار اي اس ناقص تي على تو. شو هو تو؟ ثابت اسمه عمر الحاله المثاره، يتعلق بالذره المثاره، مستوى الطاقه التي تمت اثارتها عليه، والموجه الصادره، ياخذ قيام من 1 ثانيه لجزء من النانو ثانيه.
هيك بكون خلص اصدار تلقائي. هلا بدي فوت بقى على الاصدار المحذوف لحتى نقارن بيناتهم.